السلام عليكم، ازيك يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد في العربي اسمه أرض أجدادي. ده نشيد جميل جدا، بيتكلم عن مصر. طبعا مصر وطننا، لازم نحبه ونحافظ عليه. مصر وطننا الكبير، زي بيتك انت بتحافظ على بيتك، معك مامتك وباباك واخواتك. فطبعا وطننا مصر، لازم نحب الوطن، ندافع عنه. في حاجات كتير هنتكلم عنها دلوقتي في النشيد بتاعنا. اول حاجة يا سنة تانية لازم نعرفها علم بلدنا. علم بلدنا بيتكون من كام لون؟ طبعا احنا عارفين بيتكون من 3 الوان، احمر وابيض واسود والنسر في وسط العلم. فلما نيجي نفتح الكتاب صفحة 92، اول نشاط عندنا قبل ما ناخد اي حاجة خالص، عندي العلم موجود. هعمل انا ايه بقى في العلم يا حلوين؟ هنلون علم مصر بالالوان بتاعته الثلاثة، الابيض الاحمر والابيض والاسود. تمام؟ طب اول ما هنبتدي هنقرأ النشيد الاول لسنة تانية. لو فتحنا مع بعض الكتاب صفحة 93 هنلاقي النشيد ارضه اجدادي. بلادي بلادي أنت في قلبي وعندي أحسن الأسماء، بأرضك عاش أجدادي وأيضا عاشت الأبناء، زرعنا القطن في الوادي وكذا الزيتون في سيناء، وأنت عزيزة دوما وكم ناصرت من ضعفاء. أول حاجة سنة تانية لما هنشوف النشيد أجدادي، أرض أجدادي، أجدادي اللي هم مين يا سنة تانية؟ لما أقعد أقول لك كده مين أجدادك، هتقول لي يا والد ماما أو والد بابا أو والدة ماما أو والدة بابا، دول أجدادنا. تمام؟ لما أجي أتكلم على النشيد هقول بلادي أنت في قلبي وعندي أحسن الأسماء. بلدنا في قلبنا، بنحبها، ما نأذيش مصر أبدا ولا نأذي بلدنا، ونحبها ونعمل لها كل حاجة كويسة، وهي أحسن بلد في الدنيا كلها بالنسبة لنا، وأحسن اسم بلد بالنسبة لنا. أرضنا عاش عليها أجدادنا، أجدادنا سواء والد ماما والد بابا، والدة ماما والدة بابا، وأجدادنا اللي قبل كده اللي جم قبلينا قبل كده، وعاشت الأبناء. وإحنا كمان زي ما أجدادنا كانوا عايشين في بلدنا مصر، إحنا كمان عايشين على أرضها. في وادي النيل يا سنة تانية بنزرع فيه القطن. احنا عارفين ان وادي النيل ارضه خصبة، فعندنا تشتهر في الزراعة، فاشهر حاجة بنزرعها في وادي النيل هو القطن، والزيتون بيتزرع في سيناء. يبقى احنا عرفنا ان النيل في وادي النيل بنزرع ايه؟ القطن، وفي منطقة سيناء بنزرع الزيتون. مصر عزيزة وغالية علينا دائما، ومصر كانت بتنصر جميع الضعفاء في كل زمان عدى علينا قبل كده. هنلاقي مصر كان اي حد ضعيف مستضعف او دولته حصل فيها حاجة، مصر هي اللي كانت بتدافع عنهم، يا تروح تساعدهم او الناس دي الضعيفة اللي مش لاقي حد ينصرها كانت بتيجي وتعيش على ارض مصر علشان تشعر بالامن والامان. فلما نيجي اتكلمنا عن النشيد بتاعنا وعرفنا هو بيتكلم عن ايه، لما نيجي سنة تانية نبص في النشيد هنلاقي فيه كلمات موجودة باللون الأحمر. الكلمات دي هي المهمة ان احنا نشوف معانيها يعني ايه، وهنلاقي المعاني. كلمة أجدادي في الأول احنا قلنا جد، كلمة أجدادي كلمة جمع مفردها جد، وهو والد الأب أو الأم أو والدة الأب أو الأم. عزيزة يعني غالية، كلمة عزيزة، أنت عزيزة دوما علينا يعني أنت غالية دائما علينا. نصرتي يعني ساعدتي، أنا نصرت أخويا يعني ساعدت أخويا، نصرت زميلي ساعدت زميلي. الضعفاء، الإنسان الضعيف اللي هو المستضعف اللي ليس له حد يساعده. فدي كانت أهم المعاني اللي موجودة عندنا في النشيد. لو بصيت على النشيد كده وقلت لك النشيد أبيات بتتحدث عن ايه، هتقولي عن وطني مصر. عن ايه؟ عن وطني مصر. مين اللي بيعيش على ارض مصر؟ الاجداد والابناء. طيب بنزرع ايه في وادي النيل؟ بنزرع القطن. طيب
وبنزرع ايه كمان؟ بنزرع الزيتون. طب بنزرع الزيتون فين؟ بنزرعه في سيناء. ديت اهم النقط في نشيد ارض واجدادي. احنا هنعمل ايه بقى سنة تانية في النشيد بعد ما عرفنا معانيه واخدناه؟ هنحفظ اول حاجة النشيد، وزي ما بنعمل هنعمل جدول ونستخرج فيه جميع الظواهر اللغوية اللي احنا خدناها. يعني بمعنى هنستخرج المد بالالف، مد بالياء، مد بالواو، هنستخرج الكلمات اللي فيها شدة، الكلمات اللي فيها سكون، هنستخرج الكلمات احنا خدنا ياء الملكية، لو في كلمة فيها ياء ملكية، لو لقينا كلمة فيها تنوين نستخرجها. طبعا احنا عارفين فرق ما بين الاسم والفعل، هنستخرج الاسماء لوحدها، وهنستخرج الافعال، والافعال نقسمها احنا اخدنا قبل كده الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الامر، هنستخرجه معانا ان شاء الله، وكمان الحروف زي ما بنعمل. لو لقينا لام شمسية او لام قمرية هنستخرجها كمان. يبقى احنا كده عرفنا الدرس بتاع النهاردة او النشيد بتاع النهاردة بتاعنا ارض اجدادي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم.